بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله في أمسية جديدة من أمسيات برنامج التاج، تحديدا في الخيمة، خيمتنا الرمضانية اللي نتقابل فيها كل يوم وفي كل سهرة تعودنا نتقابل فيها مع المسابقين وأيضا الضيوف اللي يشرفونا في هذه الحلقات. يعني احنا على آخر الأيام التي سنودع فيها برنامج التاج، على البارح بكل أسف ودعنا 3 مسابقين يعني من الزملاء الرائعين أيضا في المسابقة. الحمد لله بكرة برضو حنودع وبعده حنودع وبعده حنودع، كلنا نودع الشاشة كاملة، لكن نقول إن شاء الله خير. يعني هذا اللقاء الجميل اللي كان على مدى الشهر الفضيل كان من أجمل وأروع اللقاءات، خصوصا أنه نتنافس فيه على شيء جميل هو القرآن الكريم. كانت أصوات تترنم يوميا صباحا مساء، أنتم ستفتقدونها في نهاية الشهر أو في العشر الأواخر، الواحد ما حيشوف هذه الوجهة الطيبة. لكن نذكركم طبعا لا زال المجال لكم لتصوتوا لمن يستحق ولمن ترغبون أن يبقى حتى الرمق الأخير استمرارا في تحدي ومسابقة التاج. نرحب شباب، نقول حياكم الله شباب، مساكم الله بالخير. شو يا أهل العراق، ما رضيت يا سيف تطلع لحالك اليوم ولا إيش؟ نورنا الله يسلمك على النور، نور عيونك هذا هارد لك. تسلم حبيبي. كيف امس مشاعرك لما خرجت؟ توقعت اول شيء خروج ولا؟ والله بصراحه ما توقعت. المينوتر يا شباب بس لو ترخوا لنا الصوت الله يسعدكم. إيه؟ بصراحه ما توقعت، يعني مو لان انا احسن من غيري، بصراحه الشباب كلهم ما شاء الله يعني مستويات عاليه، مستويات طيبه واصوات جميله، ولكن في الحفظ كنت يعني جيد نوعا ما، وفي مسابقة القارئ العالم الإسلامي أديت، والتصويت كان جيد يعني نوعا ما جيد. طيب ايش اللي خلاك تخرج؟ والله ولا التنافس قوي؟ انا استغربت بصراحة لان كنت متوقع تخرج المرة الماضية، المرتين اللي فاتت انك تخرج، كنت متوقع والله كنت، وبعدين طمنت قلبك قلت ما حخرج. هاليوم امس يعني يعني ما يعني صراحة كنت متردد يعني أطلع، بس على الأكثر ما كنت متوقع إنك تخرج. سبحان الله، يلا الحمد لله، مكتوب مقدر. مكتوب مقدر. أي والله الحمد لله. يعني إذا أنت اليوم رحت وصالح وفؤاد، بكرة كمان 3. يا شباب شو الوضع؟ الحمد لله، يعني هذه طبيعة المسابقة. أي جماعة، إن شاء الله نكون قدمنا شيء يعني يرضي الله اولا ثم يرضي جمهور هذه القناه الجميله. يعني هذه كلها مسابقه يعني اولا واخرا، يعني الحمد لله. هو هذا هو يعني البحان، ياسف الواحد انه افتقد هذه الارواح الجميله. كان في تنافس رائع خصوصا بدايه البرنامج، 15 متسابق، الترنم الرائع والجميل، لكن احنا ان شاء الله ما حنفقدكم طول العمر باذن الله، متواصلين ان شاء الله. وكنا بنودع اليوم. لكن هي من جد اللحظات الاخيره دائما، انه خصوصا الواحد لما يكون ينافس طول الايام يوصل النهايه يتمنى انه يبقى يومين تفرق. ايوه، لكن يلا الحمد لله، وعلى قولهم مكتوبه من سياخذ الاول والثاني والثالث. وفي الاخير لا نعلم، يعني بعض الناس خرجوا من المسابقه، وين خرجوا في البدايه، لكن اجرهم مكتوب في الاخير. اي في الاخير بالنيه طبعا. المخرج يقول لي رب واحد يعني فاز باللقب او لم يفز باللقب لكنه كان افضل ممن لم يفز. هي مش قضيه يعني بالاداء، ما شاء الله اداءكم كلكم غير رائع، تنافسكم جميل، لكن في الاخير النيه مطيه. الله يكتب اجركم جميعا يا شباب. هاي علي، ايش وقت تضحك؟ متوقع خروج ولا ايش؟ والله ممكن. انت قلت البدايه كنت متوقع تخرج، لكن الحين كيف؟ والله هي مجرد توقعات يعني شخصيه، انا مني انا شخصيا حاسس اني نطلع، لكن ما اسمع علي صوت شوية. ايه بعد قلت لك لا والله هي مش توقعات، لكن في ايام توقعت اني نخرج، لكن ما قدرش الله عز وجل. الان بكره الله يعلم، بكره. بعد بكره طيب. والله مش عارف ما اقدرش. انتوا الان تقريبا البكي 8 اشخاص، 3 راح يطلعوا، 3 يقعدوا 5. 8 بيطلعوا، 3 بكره يقعدوا 5، وبعدها بيطلعوا 2، 3 بيطلعوا. الثلاثة اي والله خلصنا الحمد لله. طيب هو ممكن ترى، هو ممكن ترى يتغير نظام انه يخرج 3 2
اعطيكم اياها يعني تكون مفاجاه حلوه يعني ان شاء الله تتم يعني ممكن ما فيها لا ممكن يكون في بقال للجميع وتنافس في الاخير ممكن ما تدري ايوه ممكن على قول اهل الكويت كل شيء عند العيايس كل شيء جايز كل شيء جايز كل شيء وارد ايه فكل شيء ترى وارد يعني ممكن بكره ما حيطلع يعني يمكن تجي مكرمه الملكيه يا رب وتجي وتبقى كلكم للنهايه طبعا اللي متنافس وطالع ما يتمناها واللي خايف انه يخرج يتمنى انها تبقى لكن ان شاء الله الله يكتب لي في خير ان شاء الله باذن ودنا نسمع شيء جميل كذا تبع شيء حزين كذا قبل ما يكون معنا ضيفنا اليوم ان شاء الله حيشرفنا الشيخ عبد الله الصنعاني هو اللي انبنى التراويح اليوم وبالامس حناخذ منه ايضا بعض السواليف يعني تجربته في الاداء انا تفضل يا حسام سمعكم شيء سمعنا شيء بس دون مسواك المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب يا سلام بس مش دخله في الفن ولا شيء ينظف الصوت ولا ما له دخل والله مطهر للفم مرضاة للرب شيء جميل اي اكيد الله يوفقك شد حالك يلا تفضل كلمات كتبتها عندما هدى البال لنكثر من الاستغفار لكي ننال لكي ننال بذلك رضا ربنا المتعال فإن الله قادر على أن يقلب الحال من تعاسة إلى سعادة تعلو الجبال وإن العمر يمضي ويسرع بارتحال والموت آت 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 لا محال وإن الحياة لنا مجال فلا نضيعها بكثرة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال يعطيك العافية كلمات رائعة جميلة يعطيك العافية كلمات الشاعر حسام خياط والله ما شاء الله تبارك الله يلا كويس الشاعر طبعا لكن هذه جاتها يا سلام عليك رائع موفق يا حسام ما شاء الله تبارك طبعا احنا ظاهر معنا على الشاشة الان هنا ايوه كذا مظبوط 11 ايوه النسب اللي ظاهرة للمتسابقين حتى الان نسب التصويت والتصويت مستمر طبعا طبعا التحديد طبعا خلال ساعه من الان كل ساعه يتحدث التصويت ويظهر لكم على الشاشه طبعا من خلال تصويتكم للمتسابقين يعني في جائزه معلنه على صفحه البرنامج في تويتر انه لمن يصوت في سحب في سير نهايه البرنامج لاقامه في فندق مطل على الحرم من الجمهور الكريم في العشر الاواخر في مكه المكرمه اقامه فندقيه مطلع الكعبه أكثر مصوت يعني من الاخر اكثر مصوت مش اكثر هي في الاخير سحب ايوه للي يصوتوا صوت يعني. للجمهور ايوه اللي صوت هذا سحب يقومون اي يقوموا فيه الفرس مش للمتسابقين للمصوتين. للجمهور هذه للجمهور مش لكم للجمهور اقامه فندقيه انتم عارفين يعني في العشر الاواخر بكم الليله في مكه يعني خلاص انا في مكه اوكي في مكه يعني جنب الحرم قريب من الحرم مطلع الحرم مطلع الكعبه لا يعني اقابلهم مثلا يعني مثلا اقابلهم مثلا
خلاص سلم عليهم. اوكي الباقيين اللي ما حيفوزوا حيسكنوا عند حسام خيار يعني يعني قريب من الحرم. اذا م... ايوه اذا ما فزنا بال حياكم الله حياكم الله حياكم الله والله. كم عندكم غرفه يا حسام؟ والله ما عليك الامور طيبه ان شاء الله، انت بس تعال. يا سلام، حسام خياط حيحجز فندق كامل لمن سيحضر يعني. خلاص كم رقمك يا حسام؟ والله والنعم. ايوه شوف شوف في في شرط سمونكد يقول غرفه له وغرفه لي. كيف؟ غرفه لسمونكد غرفه لي. والله تستاهلوا والله. نبغى جناحين. تستاهلوا. تستاهلوا. يعني هو بياخذ فندق كامل يا اخي. ما تب... انت تبي تيجي تلفلف مكه كذا. ما حلفلف انا حنام وحرجع الحرم بس. ما شاء الله. والله ما في مشكله انت بس تعال اديني رنه. الحين دقيقه دقيقه تلفلف تفضل. لا لا تفضل تفضل. يعطيك مسكه يقول لك بس تعال. لا 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 قال كلمه قال تلفلف مكه. ايش الفلف مكه وين؟ انا لفلف مكه ابشر. وين لفلف؟ انا درست مكه سنه كامله. دقيقه دقيقه في في مكه ما فيها الا المسجد. في مناظر طبيعيه، في اشياء جميله. غيرها افلقني افلقني. طريق الطائف اوكي هو احلى احلى منظر طريق الطائف. تعال ايه جمال والله في مناظر حلوه. هذه كمان جائزه ثانيه. والله لا ابشر انت بس. وين اهل الكرام يا جمال؟ اللي يجيني والله ان شاء الله اكرم في بيتي، اما فندق وهي اطفال. يا سلام وذوقهم سليق الطائف. لا احنا عندنا منتو يغمش بخاري. منتو حاتم البخاري. في مناظر طبيعيه والله عندنا. منتو يغمش ششبره وسليق الطائف. ترى سليق الطائف هو افضل سليق يعني، يقول لك اذا تبي تذوق السليق ذوقه في بيت من عند اهل الطائف. والله والله ما تعرف السليق؟ تبشر يا صهيب. سليق ما تعرفه علي؟ ما اعرف. طيب شوف حتى شو حسام مو حسام عارف السليق. نعم عرف السليق. السليق هو السليق هو ابيض مع الحليب. ايوه. لا خلني اشرح لك. مجيد رز. لا مجيد اشرح. والله ترى اكله يعني رز. من اجمل الاكلات يعني السعوديه. كيف اوصف لك يا اخي؟ رز ابيض كذا فيه مويه كثير. انفصح لو سمحت. هو ينطبخ مع اللبن والحليب. ايوه ولبن عليه لبن وحليب. حليب السعوديه. نعم حليب. مو حليب. لا تسوي اعلان. لا لا مجيد والله اللي ما ذاق السليب فهو يعني. مجيد انت ما تعرف السليق؟ والله مجيد ترى سموك انت موجوده عندك في الامارات. في الامارات موجود السليق. سليق الا موجود. ابشر يا استاذ ممكن على راسي. لا مع لحم. لا انا حدلك على المطعم. ما عليك طبعا يجي مع اللحم ومع الدجاج حسب الرغبه. حسب الرغبه شكلك ما لا ايوه نعم يوضع. طبعا في طريقتين. اما افتى اخونا افتى. اسمع اما لا والله من جد اما بالحليب السعودي او بحليب الحليب المجفف. حليب مجفف صح. انت مسكت معك حليب السعوديه. اي حليب؟ ليش حليب السعوديه؟ هو عموما خلاص هو رز ورز بالحليب. رز بالحليب. اي لا رز بالحليب بس مالح مش رز بالحليب الحلى هذا. مو اللي رز عادي. اي لانه في رز بالحليب اللي هو الحلى موجود هنا في تركيا. سليق مهلبيه. منين جبتوها سليق؟ مهلبيه يسمونه مهلبيه. لا بالحاله ايوه بالملح يعني. نعم هو اللي عندنا غير حاضر الانسان وقت الاكل. علي والله تشرفنا بالطائف. الله يحييك على ابو سعد. شو تقول يا منير؟ ضروري يحاضر الاكل اللي نعم السليق على اصابعه. اي والله هو السليق وهذه ليس السليق لا يقدم الا حارا. والله اذا اذا كان بارد ما طبعا ما يسوى. في خلاص كذا شكلك ما ذقت السريع اللي في مكه. سريه؟ سريه انا جاني معنا. لا سريه موجود في مكه. في مكه السريه موجود. في مكه وفي جده. جده مليان سريه. ذبحني بيه عبد العزيز. السريه طبعا هذه اكله اكله صوماليه موجوده هنا في تركيا. لا سريه مدفون. والله مجد سريه مدفون. شارع الاستقلال تلقاه. سريه مدفون. سريه مدفون. لا والله هيا تعال. هيا تعال. لا لا هيا تعال عندنا نذوقك ان شاء الله شيء طيب. انا اللي شوفه. والله عندنا اكله اسمها سليقه. سليقه من ايش هذه؟ هاي السليقه اكله بسيطه جدا. مجرد حنطة تخليها بالمي وعليها ملح. ما تعريف والله ما فهم صراحة بشرح. إيش الحنطة؟ ما أعرف الحنطة. إيش الحنطة؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ الحنطة. الحنطة. أنا عارف الطريقة. عادي يعني يعني يعني. قمح قمح. نعم بوري. طيب هو أكل. المهم. حلا ولا؟ لا لا أقول لك عليه ملح. حتى كانوا مقابلنا بيت. الله يذكرهم بالخير مقابل بيتنا كانوا يسوون ابجدال. يا شباب هنا قاعد يحكي يشرح اكل يا اخي جوعنا. طبخ طبخ. اسمع اسمع تعلم. كانوا يسوون ابجدار كبار. ايوه جذور كبار. حتى نصارى بالفرع يجون ياخذون منهم اكل في سبيل الله. هم يوزعون يعطون. سبحان الله. فسبحان الله كان يعني ايش نستلذ بها على بساطتها. يعني اول شيء رخيصه، ثاني شيء ما هي يعني طيبة بحيث انه بس احنا كنا خلاص. لا 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 بدون لحم بدون كل شيء. اختلف
مختلفة. مي وملح بس مي وملح بس ما سديقة. فكنا يعني سبحان الله كثير نحب لحم ولا دياء ما حامل لحم يقول لك بس دقيق ما في ولا شيء. لا يا أخي زي الفطير مثلا عندنا زي الفطير الفطير لا لحم ولا دجاج ما تفوتوا باللبن ولا تفوتوا بالعسل. حامد يقول عندهم أكلات أفغانستان صارت ما عندنا ولا حاجة. والله يا حامد ما ناكل إلا أكل الناس. أعرف اثنين من أصحابي حامد قبل سنة راحوا أفغانستان سياحة والله بجد. أعطينا أكلاتك. ما عندنا أكلات والله. قد رحت يا حامد؟ والله رحت قبل 17 سنة. اوف اوه كنت سوقي. ايش فيها معالم؟ والله في واحد من يعني اثنين من اصحابي راحوا والله فيها فواكه مجففة حتى سمونك الحين فواكه مجففة مشهورة يعني جدا. انكثرت والله المشمش المجفف الزبيب عندك المكسرات عندك الفواكه المشمش التفاح عندكم بحيرات برضو صح؟ انهار موجود يعني انهار ايه يعني انا شفت صور بس الان تعرف مع الحرب وزي كذا يعني البلد بس الان لا مختلف الان. لا 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 نفس الوضع تقريبا يعني الجبال عندكم يمكن بعض المناطق لأنه طبيعة البلد جبلية يعني ايه جبلية طبعا وبارد الجو يعني ما اعرف الخيول ما اعرف والله ما تعرف هاي مشكلة انا اسمع فقط لم ارى ايه لا لانه حتى كان يروح من مناطق بالخيول تروح تركب الخيل وتمشي ما شاء الله ايه اغلب الطرق وعرة يعني جبلية اه صيد الصقور الحبار ما اعرف والله والله يا حامد ما ايش بلدك ايش الله يسوي يا حبيب الدنيا انت ايش الدنيا هاي هذه معلومه من السماء قاعد اقول لك الشيوخ والامراء ما يجون لهناك افا ما ما شكك ما قد رحت اصلا انا لازم نمشي والله قلت لك قبل 17 سنه بس طيب عليك مره واحده تدين سياحه لا ترى انا مرشد شوف احيانا السياحه تروح لها في بلد مش لازم يكون في سياحه بعض البلدان ما تهتم بالسياحه لكنها طبيعتها تخليك تستمتع هي فيها الطبيعه زين انا رحت فيها. قبل فتره قبل رمضان شهرين رحت كوسوفا هنا عن تركيا تقريبا طياره ساعه ما فيها سياحه ما هم مهتمين بالسياحه ابدا هي فيها فنادق فيها منتجعات بس بسيطه لاهلها لكنها طبيعتها فاتنه تقدر تستمتع فيها وهي ما فيها على قولهم شيء سياحي او انه حتى لو بحثت قعدت فتره ابحث في النت ما في اي شيء سياحي لكن البلد جميله بس طبيعه يعني ايوه طبيعه ترى كثير من البلدان فيها اكتشافات تكتشفها يعني حتى في سياحتها مش لازم يكون تكون يعني قد زار احد قبل وفيها ميزه انك اذا رحت بلد مش مشهور سياحيا تكون اسعارها رخيصه ايوه اسعارها مش غاليه صحيح يعني مش ما يضحكوا على على السائح ضروري نمشوا لها جينا احنا من السنين على اساس ان شاء الله حامد خلاص حامد اكيد طيب انا والله والله بس انا ما اعرف الشيخ عندكم ديتو انا زيكم جديد يلا خلينا نسمع معلش خلينا نسمع عن مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم محمود وجمال اللهم صل هذه الله يبلغنا يا رب زياره الله يبلغنا زياره للمنشد محمد عزاوي ومسي عليه بالخير اي والله طيب يلا ابدا بالموال تزله تحيه طبعا الدائري لازم نظبطه عشان ابدا بالموال اهم شيء خوان لا 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 مو خوان ما له صلاح مصطفى غزال ما يقول خوان بس محمود يقول خوان يلا نروح لا ما هو انا اخذت نقلا عن مصطفى العزاوي قايلها الفيصل فاني كل ما اشوف فيصل بال يتحاشاني لان قبل خوان خوان صاروا الشباب كل ما يشوفون فيصل خوان خوان انت الله يهديك كله يلا يلا سمعنا يا ابدا موال صدق ما يلا الموال مع محمود اول شيء لا صدق ما يجي روح إذا ما يجي يلا روح عطنا ما في جعبتك سري لها تبدى الله فقلت كوني رحيم سري سري لها تبدى فقلت كوني أمينا الله الله يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة طيب سري لديها تبدى الله الله فقلت كوني رحينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة فتمتمت مقلتها والدر غنى وتاها يقول حقا سنغدو بعد النوافي المدينة بعد النوافي المدينة سري لديها تبدى
فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها والعين أجرت جمالا يروي جمال المدينة يروي جمال المدينة سري سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني كأنما طار مني إذ شم ريح المدينة إذ شم ريح المدينة سري سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة أختم أختم منير نسير نحو المدينة الله الله جميل يعني احلى شيء الخاتمه احلى شيء الخاتمه المفروض الذي يسجل فقط الخاتمه ايه فقط ايه وتكون شاره كمان لا اطلب من بكري نزل الخاتمه مع المنير منير مستحيل لا لا ما نبي نسمع تكفى ترى تكفى تنزل الرجاجيل سمعنا شيء من عندك لا لا تسمعنا يا مان والله افضل الان اسمعكم طبعا مو شوده لكن موقف بس ما مال طيور الجن اعطينا 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 الموقف موقف هذا حصل في القديم يعني لا اعلم بالصحه لكن ايش من باب هذا طبعا والله ما ادري عن سندك انت لكن هو موقف طريف طبعا في عهد الحجاج نعم الحجاج بن يوسف طبعا الثقفي معروف اكيد من اخبار في عهد الدوله الامويه طبعا كان شديد والمهم معروف ما فيه ايوه والى الله مرجعنا ومرجعه اول اخير كان يصلي بالناس طبعا مما تميز به انه يعني كان شديد الحفظ خصوصا القران كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب ممتاز. وطبعا من حسناته طبعا هو تقريبا من أوائل من قاموا بتنقيط المصحف ما شاء الله فكان يصلي ذات يوم طبعا وأخطأ وكل ابن آدم خطاء فنسي الآية يعني خلاص طب وكان أيضا يعني ذكي وماكر فقال ردوها علي يقرأ ردوها علي على إنه إيش يدونا طبعا نعم ردوها علي ردوها علي الدنيا صم بكم ما في اي كلمه ما لكم لا تنطقون يعني شوف سبحان الله قاعد يقول هو يقرا في الصلاه نعم في الصلاه نعم حتى أيوه؟ نعم في الصلاه ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ايضا لانه اي واحد خايف انه لا تروح تكلموا بعد لا تتحسس رقبته ها هي في سوره واحده هذه الايات هو قال لهم اي شوف ما فاهم ما هو طيب خليه خليه احسن خليه تفضل شوي كده هترجع معنا في الخط يعني عفوا اعزائي المشاهدين رهيب روح روح كمل نعم هو القصد يعني نعم انا ما نعم فبرضه ما لكم لا تنطقون ما في اي جواب طيب فبعد ذلك قرا قول الله عز وجل في سوره ابراهيم فلا تلوموني ولوموا انفسكم بعد الصلاه ما وجد احد اوه شردوا شكله جردوا من اول رد ايوه والله فحسام معليش تجيب الصبر شوف انا صار لي هذا الموقف مع واحد اعرفه يعني قريب لي كان يصلي بنا طبعا كنا يعني في الديره كذا فكان ما في احد يعني حافظ القران وقتها يعني وكنا او يعني الحفاظ اللي بيحفظوا بيقرأوا كنا متاخرين على الصلاه فجينا وصلى بنا هو فكان يصلي فقرا ايه والله بصراحه ما عرفنا السوره اللي احنا اللي وراه ما عرفنا فوقف عند ايه عادها مره ثانيه ما زبط معه عادها مره ثالثه ما زبط والله ما احنا حافظين كمان وشبكها في سوره ثانيه والله العظيم والله العظيم هو يتذكر يتذكر وتذكر آية ثانية وشبكها معه دخل على سورة ثانية انطالع ترد ايش خلاص قيد اصلا ما حافظ الآية وما تيسر منه قال الله اكبر دخل في الصلاة على طول لا بعض المواقف صراحة ذكرني بقصة يمكن هي من الاسرائيليات او كذا ما ادري والله احنا حسنا ظننا من اسرائيل
طيب هي القصة تقول إنه شخص إمام كان يقرأ يا سورة الطه فإذا هي حية تسعى قال فإذا هي حية تسعى طلعت له حية من المحراب الله أكبر الرجال عرق بعد ما يقدر نسى كل شيء نسى القرآن كله الورى خذها ولا تخاف خذها ولا تخاف خذها ولا تخاف فلش الصلاة قالوا بدي تعالوا خذوها أنتم يا الله والله موقف إذا كان صحيح مشكلة هذا تأخذها حسام انت لو جاتك جا شيء حسام تأخذها الرجال اللي ياخذها والله ها والله ما ادري والله ما ادري ما ودي اهرج ما ودي بقول ايش يصير لك ما انا عارف مره انا صليت كنت اصلي صلاه الفجر وشويه بسه كبيره كمان بسه اي بسه مرت من قدامي يعني اللي يسمع على انه هنا ديناصور بس ديناصورة بس يعني بس ما قطعنا الصلاه هي مرت من جد انا ساجد اظن وانا ساجد شوي اشوف شيء من قدامي مشي كذا احس بشيء كذا كتب شويه بعد الصلاه والله جالس شويه بس جات كذا والله انا قمت مشيت سبتها شويه بعض المصلين والله العقال حقي كان محطوط مسك العقال حقه طق صقع البسة والله وشردت البسة انطفت الكهرباء انطفت الكهرباء في رمضان الكلام ده ايوه فهذا اللي حصل يعني اشتخى الكهرباء في البسة بالضبط لا والله ما ادري ايش التعلق بينهم لكن بقول والله يمكن جني لا بس يعني لا شيء ما قدامك والله يمكن فيها جني اي والله يعني في فرق بين بسة وبين اسد وبين افعى اكيد طبعا لو قلت افعى انت وقتها ما انت في لا عقالك ولا ثوابك ولا شيء قدرة قادر انك خارج المسجد ايه طيب الاسرائيليات لا ممتازين ممتازين والله خلصت القصص ما في الا يلا في اثنين بيكرهوا بعض بيصلوا وراء نفس الامام ايه فالامام بيقرا فهو بيقرا اخطا وما عاد يعرف يكمل وما في احد منهم حافظ من وراه طيب فيعيد يعيد 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 فراح قال واحد من هذول الاثنين واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين جات انا قلت له كلها لا تطيح واسجد واقترب فعنده حتى العداوه يعرف الصلاه سبحان الله مصيبه اذا لا لا اعوذ بالله اذا وصلنا لهالدرجه مشكله والله علي غير لنا الجو يا علي بدا اسرائيليات والنمك اللي قاعد يصير ما ادري كان صحيح ولا لا من افعى الى بس الى فلسطينيات يا فله والله شيخ يلا يا علي يلا يلا لا يلا ظريف عوده بش نضحك يا شيخ عوده خليني اسمعه بش نضحك يلا ظريف يلا اضحكوا يا شباب اضحكوا قبل اضحكوا ولا قبل نقطلوا ضحكه يقول قطلوا له واحد اثنين ثلاث لا كلكم طيبين فيكم الخير ان شاء الله ما فيهاش ردك ان شاء الله فرديه ما فيها رد؟ في رديح هديه للظريف هديه لمين؟ للظريف للظريف مين؟ الظريف واحد واحد بس يا راعي فلسطين معروف الظريف في في المغار كله واحد والله المنيس اسال حتى المصورين من الظريف؟ قالوا اشوف فيكم الخير كلكم ما شاء الله يلا علي يلا أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الهدى مزدانا يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم
ثبتوا الأركان بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسان حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدان يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكمل البنيان. ما شاء الله ما شاء الله جميل رائع. هذه الدكتور عبد الرحمن الشماوي كلمات صح ولا لا؟ اذا ما خابت ظني. عموما ما دام تكلمت على القران وختمه القران احنا الان نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله. حياك الله شيخ عبد الله تفضل. يا مرحبا يا هلا وسهلا شيخ عبد الله. الله يكرمك يعطيك العافيه. الله يكرمك ويسلمك. يا هلا سلام مقامك. شو اخبارك؟ الحمد لله. ابطيت علينا شوي. نتمنى ان نكون مع بدايه الحلقه يعني في حديثنا اليوم خصوصا مع الشباب. بارك فيك. وهم يودعون يعني البرنامج لانه الحديث يعني ما شاء الله مستمر عن اجواء القران. يعني شيخ عبد الله انت احد الائمه في مسجد او في مدينه جده مسجد الراجح تحديدا. ما شاء الله وشرفتنا خلال اليومين السابقه بالصلاه في التراويح. الله يتقبل. ودنا احنا ناخذ حتى يعني تبقى معنا وقت بسيط لكن ودنا ناخذ يعني التجربة في إمامة الناس بصلاة التراويح. إذا في مواقف كذا عشتها في التجربة الطويلة معك في إمامتك لصلاة التراويح. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه من والاه. إمامة المسجد حقيقة المحراب له هيبة له مكانة. ومتى ما دخلت المحراب حقيقة لو كنت يعني سنين طوال وأنت في المحراب تجد المحراب هيبة. سبحان الله. لأن المحراب في الحقيقة هو يمثل محراب النبي صلى الله عليه وسلم. إمامة المصلين هي اتباع هؤلاء الناس اللي يتبعوه في التكبير وفي التسليم وفي الحركات. وما يجوز لإنسان أن يتقدم الإمام دلالة على أنه هذا الإمام وهذا المكان مكان حقيقة عظيم جدا. وأيا كان هذا الإمام كان ربما يكون في المأمومين من هو أفضل منه، من هو أغنى منه، من هو أرفع منزلة في هذه الدنيا منه، ولكن الإمام هو الذي يتبع في كل الحركات. أذكر موقف من المواقف في صلاة التراويح. نحن نختم في نهاية رمضان والظاهر ذاك اليوم كان 30 رمضان. ففي صلاة التراويح كنا التراويح التهجد ننتقي بعض نحن نختم في القرآن الكريم ننتقي بعض المقاطع من القرآن الكريم. فكنت في كل ركعة أنتقي موضع من المواضع. في ركعة كذا بعد الفاتحة انتظرت شوية أفكر في مقطع. لسه ما جهزت. لا لا في واحد من المأمومين يقول لي وسارعوا وسارعوا. هو عارف أنك بتختار. لا لا يقول لي يعني يبغاني أقرأ في هذا الموضع. أيوه سبحان الله. يعني اختر لي موضع واختر لي آيات معينة كأنه يقول لي إيش أقرأها. قريت بالآية ولا ما قريت بها؟ والله جملنا. كويس ما شاء الله. يعني ما تحتمل أيضا وسارع يعني استعجل لا أنا عجل. أيوة أنا لح أنا بداية كذا يعني أخذت إنه وسارع ونستعجل علينا. ممكن. لا لا يعني أقول لك مثلا ها يعني الآية يبغاها يعني قرينا قل يا عبادي الذين أسرفوا. يعني ربما كان حافظها أو قاريها في نفس اليوم أو يبغى يسمعها أو يعني أو تقاوى إنه في كل في 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 مواضع في القرآن سبحان الله يعني هذا يعني يتأثر في موضع يتأثر في هذا الموضوع بعضهم يتأثر في مواضع أخرى في يعني الآيات عجيبة سبحان الله. طيب ما دام جبت على طار التأثر واستماع الناس للقرآن يعني كأئمة للصلوات سواء التراويح أو غيرها تحرصون على انتقاء بعض الآيات وقراءتها في صلاة التراويح أو تأتي مثلا تباعا باللي تحفظه مثلا بالقرآن؟ والله أنا طبيعتي أنا أقرأ من أول المصحف. أنا أستمر في صلاة العشاء وإذا في صلوات أخرى جهرية كالفجر أنا أستمر في ختمة إذا انتهيت منها أعيد ختمة جديد. المغرب ولا لا المغرب أقرأ من سوار قصار السورية لكن العشاء وتقريبا الفجر إذا كنت موجود يعني نكمل يعني نصلي بصلاة الجهرية نقرأ ختمة كاملة إذا انتهينا نبدأ. لكن في الصلوات العادية يعني غير رمضان مثلا هذه في رمضان في غير رمضان
في غير رمضان طوال السنة. هي طوال السنة نقرأ ختمة يعني نقي كل يوم نقرأ صفحتين صفحة ونصف صفحة يعني نقرأ ونختم وفي رمضان نختم ختمة. وأهل المسجد عارفين هالشيء يعني؟ أي مبرمجين خلاص. يا سلام يعني حلو لأنه إحنا المسجد متعودين إنه في شيء يعني مرتب. كان عندنا واحد من ال يعني الـ الناس ال من أهل الصلاح وفقيه وشاعر ما شاء الله ويحفظ القرآن يعني من ميزاته سبحان الله توفي رحمه الله تعالى العم محمد جبران رحمه الله رحمة واسعة. كان يسكن عندنا في المسجد في الحي. فلما رأني إني أقرأ أنا في صلاة الفجر والعشاء ختمة فسار يعني كنت أقرأ في الفجر فقط فكان يعرف إيش اللي أنا حقرأه بكرة فإيش سوى. هو كبير في السن يبلغ في 50 كان ذاك الوقت فهو ما كان يحفظ القرآن فسار يحفظ الصفحة قبل ما تقرأ قبل ما أصلي فإذا أنا تأخرت ما جيت هذا هو يتقدم ويقرأ يكمل سبحان الله فختم المصحف جزاء الله خير بهذه الطريقة ما شاء الله. كان يشتغل هو مدير في شركة العيسائي كان يعمل في المغرب والعشاء هناك يعني دوامين فطبق هذه السنة هناك يعني يصلي بهم هو المغرب والعشاء قراءته جيدة ويعني ما شاء الله ويقرأ بنفس ورده اليومي يقرأ ختمة يقرأ ختمة في صلاة المغرب والعشاء حتى يختم فإذا ختم جمع الناس و فهذه طريقة من الطرق اللي حقيقة تخلي الواحد يستمر مع القرآن. وبعدين الناس المصلين يعني في الحقيقة لازم يسمعوا القرآن كامل يعني يسمعوا آيات جديدة آيات لأنه بعض الأئمة جزاهم الله خير يقرأ يقتصر على الأجزاء الأخيرة فقط لكن الأجزاء اللي في وسط القرآن في سور في مقاطع لازم الناس تقرأ أو تسمع القرآن كامل. يا سلام جميل. طيب تسيلكم مواقف مع المصلين يعني بحان يعني نسمع قصص كثير من بحان انزعاج المصلين من الإمام أو مثلا قد لا يتفقون معه في أشياء تصير مواقف كذا تكفون فيها مواجهة مع المصلين. والله شوف غاية الناس رضا الناس غاية لا تدرك يعني وبعدين الحمد لله يعني هم ما أدري يشوفوني دحين ولا لا يعني إن شاء الله ما في أحد يعني يكون غير راضي عن هذا. أنا أحاول أن أحقق كل ما يستطيع أنه يكون أولاً رضاء الله سبحانه وتعالى ما يخل في أداء الصلاة لا من أركان ولا من واجبات وشيء ثاني من ناحية التطويل والتقصير يعني الناس الحمد لله أنا لي في المسجد من 1410 ما شاء الله أيه. يعني الآن الناس الحمد لله حوالي 25 سنة تقريباً أيه 26-25 في حدوده يعني الناس تعودت على هذا الشيء وعودناهم على هذا الشيء وماشيين يعني أحاول أن أحقق ما أستطيع أنه ما يكون هناك لا على قولك في نفوس أحد من الناس وإن شاء الله تعالى رضا الله أهم حاجة من رضا الناس وبعدين رضا الناس بشكل عام لأنه في واحد يقول لك يا شيخ طولت في واحد يقول يا شيخ لو طولت شوية كمان واحد يقول لك قصرت واحد يقول لك يعني أشكال والوان صح في حالك من إيش شكلك مواجهة في 410 ولا كيف؟ نعم لما قلت 410 على طول حسب قبل نعم لا 25 سنة ولد هو؟ يعني هو أنت قلت 1410 قال 25 سنة حافظه ما شاء الله مولد 1410 زادك الله يا رب بارك الله فيك الله يحفظك. طيب الشيخ ما شاء الله لهم تجارب يعني الشيخ عبد الله لهم تجارب في أئمة الصلاة سواء في بلادهم وخارج بلادهم ما شاء الله تبارك الله. أنا ودي يعني توجه نصيحة لكن بعد ما ناخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. تفضل يا منير. لا بس نفس النقطة اللي ذكرها طبعا على إن الإنسان يعني يتعهد القرآن ويجعل له برنامج طبعا هو حبل الله المتين الذي يعني به نجاتنا بإذن الله. أذكر أنا ختمت الحمد لله من الله علي بإتمام القرآن يوم 15 رجب 1425 قبل 10 سنوات 11 سنوات حفظت القرآن. نعم ما شاء الله. وأذكر يعني فضل من الله طبعا المراجعة الأولى الثانية واختبرت على مستوى جمعية مكة وحصلت على تقدير ممتاز ما شاء الله. أذكر كان 91 وبرضو اختبرت على مستوى الجامعة الذي ختمت فيه طبعا جبت الأول برضو على مستوى جامعة البغداد ويعني طبعا تعرف يعني علق اسمي الأول يعني طبعا تعرف هذه من الأمور اللي يعني تحفز الإنسان صح. ويعني عائلة عبد الصمد بغداد جزاهم الله خير كل مختم له يعني 1000 ريال ومن الجمعية يعني كان نفس الفترة ذيك فضل من الله بعد ما يعني خلاص وصلت للمرحلة هذه الشيخ حق محمد المولوي قلت له يا شيخ أنا الآن بما أنه جبت الأول والله العظيم ليس تكبرا ولا شيء والله عز وجل شهد أنا أرتاح شوية لأنه أذكر كنا نحفظ ونراجع وزي قلت له الآن بأخذ فترة كذا أريح
ما احفظ يعني قال لي انقطع عن القران يعني مو انقطع انه اسبوع اسبوعين لانه كان صباح وظهر يعني كان في ضغط شويه بالحفظ اللي قال لي لا تعال سمع قلت له لا الشيخ فاعطاني يومين اليوم الثالث قال لي تعال منير وجيت عنده قال لي يلا سمع استفتحت بالفاتحه وبدات البقره اول وجه ولكن المفلحون ان الذين كفروا سواء بدات اخطات شويه اخطات الخطا الثاني قال لي ها يلا شوف سبحان الله كأنه يعني أنه أبداً لا تنقطع سبحان الله وفعلاً أبداً وهذه فائدة تعهد القرآن طبعاً خلاص والحمد لله استمرينا تفضل التعهد القرآن أمر ضروري شوف سبحان الله يعني النسيان نعمة للإنسان النسيان نعمة للإنسان لو أنه مثلاً الإنسان حفظ وما ينسى مثل الشريط يعني حطيت شريط هل يستطيع أن يراجع؟ ما حيراجع نعم. يعني. لكن من يحس أنه نفسه أنه بدأ هذا فيراجع وقالوا من قرأ خمس لم ينس يعني هو الأصل من يحفظ القرآن كامل يقرأ خمس أجزاء يوميا يحاول يستمر عليها خمسة أجزاء يوميا يعني كل أسبوع يختم ختمة وهذه الختمة حقيقة هي اللي تساعده على الاستمرار مع القرآن الكريم في طريقين من الطرق أو ثلاثة طرق جميل. الطريقة الأولى اللي هي مراجعة الفردية أنه يراجع لوحده والمراجعة الثانية أو الطريقة الثانية مراجعة الثنائية يعني يجعل مع أخ من إخوانه يعني يراجع هو وياه يعني مثلا ها يومياً يعني يومياً والله على حسب ظروفهم يعني إذا يومياً خير وبركة هو إذا كان فردي يعني لا يومياً هذا فردي اليومياً هذه ما في مناقشة لكن هو وزميله إذا كان تيسر إذا ما كان تيسر على أقل ما يكون بالأسبوع مرة مرتين يعني هو إيش الفائدة من المراجعة الثنائية المراجعة الثنائية إنه ربما أنا حافظ شيء خطأ صحيح. أراجع أنا لوحدي فخطأ هذا يحاول إيش يصححه زميلي إيه الطريقة الثالثة هي لمراجعة الجماعية مجموعة حلقة خمسة ستة أشخاص عشرة أشخاص كل واحد يقرأ صفحة في الأسبوع لقاء هذه تعطيك مثلا فائدة من ناحية التجويد ربما الشخص اللي موجود في الحلقة أفضل مني تجويدا أفضل مني إتقانا يحسنني يحسن لي في قراءتي وأنا ربما أحسن الآخرين نتناقش بعض الأحكام التجويدية الوقف الابتداء لأنه الوقف الابتداء حقيقة كثير من الناس ما يخطئ من يخطئ فيها أيوة. لأنه الوقف الابتداء أمر هو كما يعني يقولون هو نصف القراءة القراءة إتقان التجويد ومعرفة الوقوف والابتداء لأنه الابتداء والوقوف ربما يبدأ بداية خاطئة أو ربما يقف وقف قبيح كذلك يعطي معنى مخالف للمعنى وهذه أشياء لابد للإنسان يتقنها مو إتقان بس اللهم أنا مخارجي جيدة أو قراءتي جيدة أو صوتي جيد لكن لابد أن كيف يبدأ وكيف جميل طيب إحنا ودنا والله نأخذكم لكن خلاص أنا عندكم التاج لأنه معاد في وقت إحنا والله استمتعنا فيك شيخ الله يحفظك والوقت اللي معك لكن أتمنى أنه كانت قبلها بشوي زودوا خمسة دقائق والله المشكلة المخرج من أول يقول لي ثلاث دقائق دقيقة روحت من خمس دقائق تقريبا الله يسعدكم عموما احنا نشرف فيك شيخ عبد الله وإن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى الله يرضى عليك كرمكم الله طيب احنا شباب احنا نستعد الآن إن شاء الله للمواجهة خلاص أنتم الآن كلكم في التاج لكم كم يوم كذا كلكم تطلعون في التاج توفيق لكم إن شاء الله آمين والمسابقة بتفرق درجات المسابقة بتفرق فالله يعينكم شدوا حيلكم واحنا نذكر الجمهور الكريم كما تشاهدون الان على الشاشه او شاهدتم قبل لحظات يعني التصويت اللي هو ادوات التصويت اللي تحدثت قبل قليل فكانت قبل قليل متحدثه ارتفعت بعض النسب ونزلت بعض النسب والتصويت معكم مستمر مشاهدينا الكرام ونذكر انه جميع من يصوت سيدخل معنا في السحب في نهايه البرنامج على جائزه وهي اقامه فندقيه مطله على الحرم في احد الفنادق هناك ان شاء الله احنا مستمرين معكم بعد الفاصل ستكونون مع المواجهه الثقافيه مع مسابقه التاج فاصل ونعود